جايبه لكم حاجه حلوه قوي. الوصفه دي عملناها من اسبوع كده على السوشيال عندي وعجبتكم قوي قوي وحققت نتائج حلوه قوي. النتائج ان انتوا جربتوا الوصفه وعجبتكم المقادير وعجبتكم الطريقه وقلتوا انها مظبوطه. النهارده جايبه لكم بسكوت القهوه. البسكوت القهوه ده بقى يعني بصي ساعه عصاري كده لما العيال يناموا كده وتروحي جايبه لنفسك كام بسكوته كده مع كوبايه كابتشينو مع كوبايه شاي بلبن، بصي بتبقى حكايه. انا جايبه لك بطريقه سهله جدا، هتشوفي نتيجته مقرمش من بره وبيدوب كده دوبان بطريقه سهله جدا. انا مع بعض النهارده ان شاء الله بسكوت القهوه وهعمل لك منه كمان كوكيز القهوه، يعني نفس العجينه هخليها لك تبقى كوكيز والنتيجه هتبقى هايله قوي. هعمل لك معاه كابتشينو، هنقول كمان لاتيه، هنقول كمان موكا، يعني مشروبات الكافيهات الغاليه هعملها لك بطريقه سهله جدا معانا دلوقتي على الهواء. يلا بينا نشوف المقادير وبعدين على طول هنروح لطريقه التحضير عشان نعمل بسكوت القهوه. هنحتاج لمعلقه ونص قهوه سريعه الذوبان، اي نوع، النوع اللي تفضليه. هنحتاج كمان لمعلقتين حليب ولازم يكون دافي عشان القهوه سريعه الذوبان تدوب فيه بسرعه. هنحتاج كمان لنص كوبايه سكر بودره ونص كوبايه زبده ونص كوبايه زيت. لو حابه زيت فقط اوكي، لو حابه زبده فقط اوكي، لو حابه سمنه فقط اوكي، اللي يعجبك. هنحتاج كمان لحبه بيض بدرجه حراره الغرفه وفانيليا، 2 كوب ونص دقيق متعدد الاستخدامات او فاخر، يعني اي حاجه مش هيقول لا، اهم حاجه يكون نوع دقيق فاخر. 2 معلقه نشا، 2 معلقه ونص كاكاو فاتح، ولازم يكون فاتح علشان البسكوت ما يكونش معاكي غامق، يكون زي اللي انت هتشوفيه دلوقتي. هنحتاج كمان لرشة ملح وتشوكلت شيبس عشان نحوله الكوكيز، لو مش عايزة كوكيز خلاص بلاش تشوكلت شيبس. وعلشان نعمل الكابتشينو واللاتيه والموكا هنحتاج لحاجة ثابتة خالص معانا، وانا شغالة هقولك ايه الفرق بين التلاتة. اساسيل معانا البيزك، يعني ربع كوب سكر وكمان ربع كوب مية، وهنحتاج ثلاث حاجات، ربع كوب سكر، ربع كوب قهوة زراعة الذوبان، وربع كوباية مية. طبعا حليب مغلي وميه مغليه وكاكاو علشان نحول الكابتشينو او اللاتيه لموكا. يلا بينا نلبس الجلافز ونبدا معانا. انتوا عارفين طبعا انا دايما بخلي يوم الاثنين ده علشان نعمل فيه الحلو اللي هنعمله دايما كل ويك اند. طبعا انتوا عارفين انا بحب جدا كل ويك اند نعمل مع بعض حلو جديد. طب يا ساره كوكيز القهوه ده او بسكوت القهوه ينفع الولاد ياكلوا منه؟ يعني مش هسهرهم على فكره، ملوش اي علاقه بالسهر. بسكوت القهوه من احلى واروع واجمل انواع البسكوتات. اول حاجه هنجيب بوله نشتغل على طول علشان ما نضيعش وقت. يلا بينا. اول حاجه هنجيب القهوه سريعه الذوبان اهي، وهننزل عليها بالحليب الدافي، وزي ما قلنا الحليب لازم يكون دافي. ليه يا ساره؟ علشان القهوه تدوب بكل سرعه. بصي كده اهو، شفتي دابت ازاي بسرعه؟ طب يا ساره هو ما ينفعش نعمل الكلام ده ببن؟ لا ما ينفعش، يعني جربته ما كانش الطف حاجه. لو انت حابه ما عندكيش قهوه سريعه الذوبان ممكن جدا، بس بالنسبه لي ما بفضلش ده. هجيب بقى ويسكي معايا كده، احنا مش محتاجين خلاط، مش محتاجين مضرب كهربائي، بصي ويسكي. وعايزه اقول لك كمان بشوكه لو ما عندكيش. نجيب هنا كده البوله، طبعا البوله لازم تكون نظيفه وناشفه. ناس كتير بتقول لي ساره هو ليه دايما بتقولي نظيفه وناشفه ناشفه ناشفه؟ عشان المقادير يا جماعه، نقطه الميه دي هتفرق معاكي جدا، والنظافه طبعا من الايمان، فلازم تكون نظيفه وناشفه. حلو كده؟ يلا بينا. اول حاجه هننزل بالزبده، طبعا الزبده بدرجه حراره الغرفه، انا مش عايزاها دايبه تماما ومش عايزاها تكون من الثلاجه. ننزل عليها بالسكر البودره. عايزه اقول لك المقادير هتبهرك بامرك يا رب، انا بس عايزه اخد اخر شويه زبده دول. من وجهه نظرك ممكن يكونوا حاجه بسيطه، لكن عايزه اقول لك بيفرقوا جدا في وصفتنا. اهو كده بصي الاسباتولا دي لازم تكون معاكي اساسي في المطبخ. تمام. هنعمل ايه؟ نجيب بس اللبن ده كده على جنب. ندوب كده كويس السكر البودرة مع الزبدة. أنا عايزة اللون يفتح، بصي بإيدك الموضوع سهل وبسيط ومش هياخد منك أي وقت. أهو كده أهو، بصي كده، بصي بقولك إيه، مضرب
موضوع مش يعني ايه، مش حكايه، دقيقه واحده بس. طيب وانا بدوب كده السكر البودره مع الزبده هقول لك حاجه. ساره انا دلوقتي عندي سمنه، عايزه اقول لك بيكون هايل برضو بالسمنه. يا جماعه المتاح معاكي، المتاح معاكي. انا ما سمعتش كويس، تقولي ايه؟ تمام نقلب كويس كده، احنا لحقنا ناخد تليفونات. بصوا كده تمام اهو، بصوا كده اللون، افتحي معايا ازاي. انا عايزه كده دقيقتين اتنين بس اهو، حلو قوي الكلام ده. بعدين هننزل بحبه من البيض، والبيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. ليه يا ساره البيض ما يكونش من الثلاجه؟ هتلاقي الزبده معاكي خرزت، لازم الزبده بدرجه حراره الغرفه والبيضه بدرجه حراره الغرفه علشان الزبده معاكي ما تخرص. تمام ننزل كمان بالفانيليا، باكت فانيليا، كيس فانيليا، لو عندك فانيليا سايله نص معلقه صغيره، اي حاجه مش هتقول لا. ندي كل ده كده مع بعضه، البيضه مع الفانيليا، وبعدين هننزل بالزيت. كله مع بعضه، عايزه بس الدنيا جنبي تبقى رايقه كده. نخلط كويس قوي البيضه والزيت. بصي يعني الموضوع كله تكنيك بسيط، حاجات معينه بالترتيب. طب يا ساره وانت بتضربيهم كده هتعملي ايه دلوقتي؟ هنزل بالنسكافيه، القهوه سريعه الذوبان المتدوبه في اللبن. على فكره لو ما عندكيش لبن دوبيها عادي في ميه، مش هتقول لا برده. ادي كل ده مع بعضه كده تقليبه. لسلام يا سلام بقى، بصي لي كده الكلام، الكلام ده كلام حلو قوي على فكره. طيب هنعمل ايه هنا بقى؟ هننزل بالدقيق، وطبعا الدقيق بس ايه، اول حاجه تعالوا معايا كده، ادي الدقيق اهو، هننزل على الدقيق الاول بالكاكاو زي ما قلت لك يكون فاتح مش غامق، وعليه البيكنج النشا. الوصفه دي يا جماعه ولا فيها بيكنج باودر ولا فيها بيكنج صودا، احنا ماده الرفع الوحيده معانا هي البيضه، وكمان رشه الفانيليا. تمام وهنعمل ايه بقى؟ هندي كل ده تقليبه كده اهو، شايفه يعني عايزه اقول لك المكونات السائله هنا، المكونات الجافه هنا، الموضوع سهل وسريع والنتيجه بجد ولا اروع كده. تمام حلو كده، يلا بينا بقى ننزل شويه كده معانا تليفون ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا اهلا. ازيك يا ست ساره؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا الحمد لله. انت من الناس اللي انا بحب اتابعها والله، وبحب اشوف كل الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها. يا روحي تسلمي لي، انت كنت معانا في اللايف يا قلبي؟ اه طبعا كنت معاكي في اللايف، وبعدين انا متابعتي على طول، وانت بتعملي البسكوت بالقهوه دي انا من الحاجات اللي برضه بحبها وبعشقها. حبيبه قلبي تسلمي. كنت عارفه ان احنا هنكلمك يا ابتسام؟ والله مش كنت عارفه، لكن سبحان الله اكيد انك انت يعني برضه استثنيتيني من ضمن الناس اللي انت بتحبيهم. حبيبه قلبي عامله ايه؟ قولي لي كده اخبارك ايه؟ انا والله معجبه بكل اللي انت بتعمليه وبكل الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها صراحه. حبيبه قلبي تسلمي يا روحي. حاجات للاطفال او اكلات او حاجات شعبيه، فانا كل ده بحبه منك والله. تسلمي لي يا روح قلبي. متابعاكي يا استاذ ساره، وصراحه حاجات اللي انت بتعمليها خفيفه على قلب الواحد كمان، يعني سهله ما هياش مكلكعه وصعبه. يا روح قلبي تسلمي لي. ومتابع حاجاتك كلها من الحاجات الكريمات والفاشن اللي انت بتعمليه، كنت لسه بتفرج لك على شويه الجلاليب اللي انت كنت عرضاها تاني تحفه. بجد خرافه. عليكي جميله جدا جدا جدا. انت اللي حلوه وعينيكي حلوه جدا 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 جدا. مبسوطه بمداخلتك دي ومبسوطه بكلامك ده قوي. اكتر حاجه بحبها مكالماتكم دي، بصي بتخلي الحلقه في حته ثانيه. احنا عملنا دلوقتي تكنيك سهل قوي يا ابتسام، ما كان معانا الويسك نزلنا بحاجه حاجه كده لقينا المكونات دابت خالص. بعد كده بقى هنشيل دلوقتي ايه الاسباتشولا بتاعتنا،
وهننزل بايدينا بقى. بصي يا ابتسام وبصوا يا حلوين، الموضوع كله ان احنا بنلم العجينه فقط، احنا مش بنعجن، ده مش عيش، دي مش قرص، ده بسكوت. البسكوت بصي بنلم بس كده العجينه، شايفين اللون يا جماعه؟ اللون بقى معايا لون الشوكولاته. بصوا الكلام، بصوا الكلام، عايزه اقول لكم ما شاء الله المكونات مظبوطه جدا والمقادير مظبوطه بجد، شابوه يا كريم، يعني بجد شابوه. بصوا الكلام، بصوا كده لما معايا ازاي حلوه ازاي، مية مية اهي. مفترض بقى ان احنا هنغطيها ونحطها شويه في التلاجه ترتاح وبعدين نشتغل بيها، بس انا عايزه اقول لكم ان هي تحفه يشتغل بيها على طول. طب انا عايزه اعرف دلوقتي ازاي عجينتي حلوه مش هتفرش مني، زي ما قلت لكم تاني وهعيد عليكم، احنا ما عملناش ولا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا، احنا ماده الرفع معانا هي البيضه. بصي هناخد حته كده صغيره ونعملها كده، ريحيها كده بالكفوف ايديكي اهو كده اهو، لما تعملي كده مش هتشقق معاكي، اذا هي كده تحفه. تمام، كل اللي هي محتاجاه ان احنا نغطيها، ولازم نغطيها اي ستريتش راب، اي كيس ثلاجه، اي حاجه، وندخلها الثلاجه ونسيبها بس ترتاح 10 دقائق مش اكتر، وبعدين هنشتغل بيها، وهشتغل بيها معاكم على فكره، وهطلعها معاكم على فكره، يعني انا مش هسيبها، انا مش قدامي ستريتش راب دلوقتي، فعادي خالص هغطيها بس كده علشان ايه عجينتي ما تنشفش، لاني اوريدي هشتغل بيها معاكم. هوريكي بقى بعد ما بترتاح بتبقى عامله ازاي، تبقى جميله كده. بصوا نجيب بقى الصينيه بتاعتنا. طيب يا ساره انا عايزه البسكوت يبقى كله سمسم، يعني كله نفس المقاس، نعمل ايه؟ هقول لك يا ستي نعمل ايه. فين ال اهو، بصي المعلقه الصغنطوطه المعياريه دي، بصي خدي منها كده اهو كده اهو، اتاكدي انها ايه ممسوحه كده اهو. العجينه اللي في ايدي دي ارتاحت، ايه هنا ولا هنا؟ اوكي نشيل بس الحاجات دي كده وارجع لكم تاني. المهم بقى البسكوت ده هيبهركم، وعلشان اطمنوا هو على فكره ولا هيضايق الولاد ولا اي حاجه. بصوا يا جماعه ده نشف سنه علشان ايه ما كانش متغطي قوي والتكييف شغال، فايه بيفرفط معايا شويه، فهوريكم من اللي احنا لسه عاملينها دي. هناخد اهو قطعه صغيره ما شاء الله اهو. لو انت عندك ميزان وعندك وقت وعندك طولة بال هتجيبي الميزان بتاعك وهتعملي ايه، هتوزني الواحده هتكون 7 8 في الحدود دي، يعني من 7 ل 9 جرام، بنكورها كده وبنخلي شكلها بيضاوي كده وبنرصها كده اهو. نعمل واحده كمان من غير بقى ميزان ولا ايه، اصل بصراحه يعني انا ما عنديش من الفراغ اللي يخليني افضل ايه اعمل كده اوزن كل واحده، لا هي معلقه، بصي معلقه معياريه، معلقه شاي عندك هتخليهم كلهم قد بعض، شايفين يا جماعه المعلقه؟ موضوع سهل وبسيط خالص، هي المعلقه دي وهتبقى كده، تديها كوره بس ريحيها بين ايدك كده وبعدين تعمليها كده. بصي بتبقى بيضاويه زي بالظبط كده البلحه السوداء الصغنطوطه. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا معايا اهو سباتولا، سكينه بس مش حاده قوي، ونعمل كده، تعالي معايا كده اهو هنا، بصي بقى اهو، بصي اهو بسكوت قهوة ولا مش بسكوت قهوة؟ شايفين الشكل؟ ما تيجي نعمل واحدة كمان عشان عجبتني على الشاشة، دخلت دماغي أهو كده أهو، ونعملها كده أهو كده. طيب أنا ليه بحب الزبدة؟ الزبدة بتخلي البسكوت إيه؟ ناعم كده وبيدوب في البق كده، والسمنة بتخلي البسكوت هش، والزيت متماسك وايه ومقرمش، فعلشان كده انا بحب امكس ما بين الزبده والزيت، حبه سمنه اللي انت عايزه تعمليه والله كله هيبقى زي الفل. بصوا انا هعمل لكم واحده كمان، الموضوع سهل وبسيط وتشكيله ولا اسهل، وعلى فكره انا هعمل معاكم الصينيه دي وهسويها معاكم وهوريكم حلاوتها. تعالوا معايا هنا كده اهو،
بصوا جمال، ايه رايكم؟ احلى بسكوت قهوه. طب انا بقى ولادي ما اعرفش اكل حاجه من غيره، الشكل ده ما بيخش دماغهم قوي. انا بقى حولت لك بسكوت القهوه ده لكوكيز. هناخد كده اهو كوره، تمام، واكورها كويس كده. ومعايا فين الشوكليت؟ اهي، تمام، شويه شوكليت شيبس يا جماعه، اي قطعه شوكولاته عندك هنعمل كده، وزي ما هي كده اهي هنضغط عليها كده كده كده. بصوا الكمل، ويا جماعه الولاد مش هيسهروا من بسكوتة القهوه. بصوا شكلها، وهطلعها برضو معاكم على الهوا وهوريكم حلاوتها، بتبقى حلوه حلاوه مش طبيعيه. لازم يدخل معايا فرن مسبق التسخين، يعني اول ما ببتدي اشتغل، لان الموضوع كل ما بيكملش 10 دقائق بشغل الفرن على درجه حراره 180، 10 دقائق بالظبط، وبدخل الصينيه بتاعتي. بسكوت الكوكيز الحجم ده هياخد معاكي من 12 ل 14 دقيقه، هيطلع معايا مش هاجي جنبه تماما واسيبه متعرض للهواء، لو مسكته هلاقيه طري. اول ما بيتعرض للهواء 10 دقائق وبتلاقيه خلاص بقى جاهز معاكي للاكل وبيدوب دوبان. الكوكيزايه دي هتاخد معاكي من 15 ل 20 دقيقه عشان تستوي، تبقى حلوه قوي برده. اول ما بتطلع بنسيبها ما بنجيش جنبها تماما لحد ما تتعرض على الهواء وبتبقى زي الفل. طب انا عايزه نعمل ايه بقى؟ نبدا في انا كل ده بقى ايه هشتغل فيه دلوقتي وهندخله على الهواء وهيبقى زي الفل وهطلعه معاكم، بس انا عايزه ابدا كمان في احلى حاجه انا بحب اشربها وخصوصا في الشتاء. في الصيف تلاقوني دايما انا كساره مايله قوي للحاجات الساقعه، يعني اللاتيه بس يعني بارد، الموكا بس بارده، الكابتشينو، الحاجات الايس يا جماعه، يعني ايس لاتيه، ايس موكا، الكلام ده، ايس كوفي. لكن بالنسبه للشتاء خلاص دخل علينا، اعشق الحاجات دي وهي سخنه. هنعمل ايه؟ دي معاكي بيزك، دي اساس اللي احنا هنستخدمه. بصي ادي ربع كوبايه من السكر، انا هنا استخدمت ربع كوبايه لكن انت اعملي نص كوبايه. وعايزه اقول لك لو الصبح هتعملي معلقه 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 هيبقى زي الفل. ادي اهو قهوه، لا انا كده استخدمت غلط، انا نزلت بالكاكاو، هشيله ده كاكاو. الكاكاو ده ليه بقى؟ الكاكاو ده علشان الموكا. وادي معايا ثلاث مكونات فقط، ولازم لو زي ما انتم شفتوا كده يكونوا قد بعض. ايه هما؟ الميه والسكر والقهوه سريعه الذوبان، اهو كده. وبضرب فيهم بالمضرب، ولازم يكون مضرب كهربي عشان توصلي للي انت عاوزاه، او هاند بلندر يكون تحفه زي هاند بلندر فلامنجو، حاجه كده ملهاش حل. بصي معايا كده، شايفين السرعه؟ ميزه هاند بلندر فلامنجو فيها كبه، كبه صغيره كده تفرم كل حاجه ما شاء الله، احنا استخدمناها مع بعض ورهيبه. وفيها كمان انا المكونات مش جنبي دلوقتي بس رهيبه، اللي هو بقى الهاند بلندر نفسه، وفيها كمان الوعاء ده بالمضرب ده عشان الكريم شانتيه، عشان تحولي اي حاجه لفوم. بصي احنا بس بنحتاج 10 دقائق كامله من الخفض ده. ليه بقى؟ عشان احولها للي هتشوفوه دلوقتي. انا عايزه اقول لكم بجد يا جماعه، براند فلامنجو تبهرك، براند حلوه جدا، عصريه جدا، يعني احلى حاجه فيها ان معاها ضمان لمده سنتين. عايزه اقول لكم ان احنا بقالنا فتره كبيره مش صغيره بنستخدم الكاتل من فلامينجو، الكاتل العصري التحفه جدا ده، زي ما انتم شايفين كده هو بايركس وفي نفس الوقت شكله شيك وعصري تحفه. فلامنجو يا جماعه مش مجرد هاند بلندر ولا كاتل، عندهم اكتر من تصميم للكاتلات، والعجان عندهم تحفه. وبرده اللي بيميز العجان شايفين الغطا ده، عشان وانت شغاله تضيفي هنا كده. بصوا العجان عندهم عالمي، عندهم منتجات كبيره جدا زي الكبه، كبه فلامنجو حلوه جدا، فلامنجو من البراندات المصري القويه، وعايزه اقول لكم انها قريبا هتكتسح السوق المصري. ليه بقى؟ ماتيريال مقابل سعر. يعني ايه؟ يعني في حاجات بتعجبني قوي بس بتكون غاليه، يعني مثلا عشان اجيب مثلا كبه 5 6000 جنيه، لا عايزه اقول لك اسعارها حلوه جدا، بتنافس دلوقتي فعلا في السوق المصري. واهم حاجه معايا انها سنتين ضمان، معاكي ضمان سنتين، يعني خدمه ما بعد البيع عندنا هايله جدا. يلا بينا نكمل بقى الكابتشينو، هجيبه لك من جوه، ومعانا تليفون ونقول الو. يا الو. الو حبيبي، احلى 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 شيف ساره في الدنيا، مامة سيف عامله ايه؟
الحمد لله، بحبك جدا جدا والله العظيم. انا اول مره اشارك في حاجه زي كده، واول ما بعت لك الرساله اول قراتيها على طول، مبسوطه جدا جدا جدا. انت كنت عارفه ان انت هنبقى مع بعض؟ كنت واثقه ولا مش شاكه؟ وشاكه فيا؟ لا كنت متاكده، انا واثقه فيكي في كل حاجه. كنت متاكد حاجة. كنت متاكد. بثق فيكي جدا جدا جدا، كل حاجه بعملها وراكي من غير ما بدور، من غير ما بسال. في صوره عندي في البيت في كل حاجه، والله العظيم ما في وصفه بتنزليها غير ما بعملها. ربنا يخليكي حبيبتي، كلك ذوق. تسلمي. والوصفات عامله معاكي ايه لما جربيها؟ ايه الوصفات عامله معاكي ايه لما جربتيها؟ جميلة جميلة جدا، مفيش حاجة فيها غلطة وكلها مظبوطة يعني حبيبتي. ولا بوزن على ميزان ولا حاجة، زي ما بتقولي بنفذ بالظبط. حبيبة قلبي تسلميلي، شرفتيني ونورتيني يا روحي. بحبك جدا، بحبك بحبك بمعنى الكلمة يعني. تسلمي يا روح قلبي، تسلميلي يا جميلة. بصي بقى، احنا دلوقتي الكابتشينو اللي احنا عملناه الفوم ده هنعمل منه بقى لاتيه، وهنعمل منه كابتشينو، وهنعمل منه موكا. ازاي يا ساره؟ يا جماعه هو الموضوع واضح وسهل وسريع. القصه كلها في ايه؟ القصه في حاجه بسيطه جدا، وهي بصوا كده، شايفين يا جماعه القوام؟ ايه عالمي عالمي. بصي بقى يا ستي، الكابتشينو الميه بتاعته اكتر من اللبن، انتوا فاهميني، لكن اللاتيه اللبن بتاعه اكتر. الموكا بقى هي اللاتيه بس بنديله شويه كاكاو. انا عايزه اقول لك هو ده اللاتيه وهو ده ثواني كده، تعالوا معايا كده. بصوا هنا هنضيف لبن، ميه قليله، وهندي تقليبه كده. انا بعشق اللاتيه. وتعالي معايا كده بقى ننزل بالحليب، طبعا مغلي. طبعا شايفين يا جماعه الدخان طالع منه ازاي؟ احلى لاتيه. بصوا الكلام ايه ده. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي، الكابتشينو هتبقى ميته اكتر، وزي ما قلت لك الموكا هقدمها لما ترجعوا لي. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، فاصل ونواصل.